استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم على التوالي معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد عبد العزيز السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق. كما أجرى سموه حفظه الله اتصالا هاتفيا بسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق. واستقبل سموه حفظه الله سمو والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. Thank you.